موجز الأيام بالأخبار من قناة النبأ، أهلا بكم. قالت صحيفة بوليتيكو نقلا عن المؤسسة الليبية للاستثمار أن بلجيكا ليست الدولة الوحيدة التي أفرجت عن فوائد الأموال الليبية المجمدة، بل فعلت ذلك بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ولوكسمبورغ أيضا. وذكرت بوليتيكو أنها تلقت رسالة من المؤسسة مفادها أن عملية الإفراج عن الأموال كشفت أن نظام العقوبات الأممية المفروض على ليبيا نفذ بشكل خاطئ. وأوضحت الصحيفة الأمريكية أن الفريق الأممي المعني بليبيا نفى علمه بالإجراءات التي اتخذتها الدول وفق ما ذكرت. أعلنت إدارة الإعلام الخارجي بالحكومة المقترحة تفعيل الحكومة التركية لقرار إلغاء تأشيرة الدخول لأراضيها لبعض الفئات من الليبيين. وذكرت إدارة الإعلام عبر حسابها بفيسبوك أن القنصلية العامة في إسطنبول تواصلت مع وزارتي الداخلية والخارجية لمخاطبة الإدارة العامة للهجرة بشأن تفعيل القرار، وسمحت بدخول أول طفلتين ليبيتين. وكانت السلطات التركية بمطار إسطنبول منعت الأيام الماضية عددا من العائلات الليبية المصاحبة لأطفالها من الدخول لأراضيها لعدم تنفيذ قرار إلغاء التأشيرة. أعلن نائب رئيس مجلس الشيوخ الإيطالي روبرتو كالديرولي أن النيجر أبدت استعدادها لاستضافة مخيمات الاستقبال المؤقت لوقف تدفق المهاجرين من أفريقيا وجنوب الصحراء الكبرى إلى ليبيا ومنها إلى البحر المتوسط. وأضاف كالديرولي وفقا لما نقلته وكالة أكيا الإيطالية أنه بعد لقاء حاكم إقليم غديزة المحاذي للحدود مع ليبيا محمد أناكو اقترح الأخير إمكانية استقبالهم ثلاثة أو أكثر من المراكز بطاقة استيعابية تتراوح بين 7 و8 آلاف مهاجر. وذكر نائب رئيس مجلس الشيوخ أن هذه المراكز يمكن فيها التمييز بين من يستحق حق اللجوء والمهاجرين الاقتصاديين، مبينا أن هذه العملية ستتم تغطيتها اقتصاديا بتمويل أوروبي مخصص لمشاريع التعاون الدولي. صنفت منظمة انترناشونال المعروفة باسم SOS ليبيا من بين 12 دولة ضمن الدول الأخطر صحيا وأمنيا على المسافرين إليها لغياب سيطرة الحكومة وسلطة القانون. المنظمة وفي تقرير لها ذكرت أن ليبيا من بين الدول التي تنعدم فيها الرعاية الصحية وتقل فيها الأدوية والأغذية ذات الجودة العالية، مما يسبب في أمراض خطيرة من بينها حمى الظنك والملاريا والكوليرا. وحسب تقرير المنظمة فقد وضعت ليبيا ضمن تصنيفين من بين تلك الدول التي تكثر فيها ما وصفتها بالاحتجاجات العنيفة وارتفاع معدلات الجريمة، مرجعة ذلك إلى ضعف النظام الذي وصل إلى حده الأدنى وسيطرة جماعات مسلحة وقلة عمل المؤسسات الحكومية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.